بتكليف من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، استقبل معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء في مكتبه بقصر القضيبية صباح اليوم معالي السيد عبد القادر مسهل وزير الشؤون الخارجية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى مملكة البحرين. في مستهل اللقاء الذي حضره معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية وسمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة الخليفة، نقل معالي الشيخ خالد بن عبد الله تحيات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر إلى فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية، وإلى معالي السيد عبد المجيد تبون الوزير الأول بالبلد الشقيق، مرحبا معاليه بالضيف الزائر والوفد المرافق له، متمنيا لهم طيب الإقامة في مملكة البحرين. وأعرب معالي الشيخ خالد بن عبد الله عن شكر وتقدير صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر للجزائر على دعمها ومساندتها لما تتخذه مملكة البحرين من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها في ظل ما تشهده المنطقة من مكائد ومؤامرات تستهدف النيل من أمن واستقرار الشعوب، مثنيا معاليه في هذا الصدد على التجربة الرائدة في المجال الأمني الجزائري حتى باتت واحدة من أكثر الدول العربية والإفريقية أمانة. كما حث معاليه على ضرورة استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين الشقيقين في إطار العمل العربي المشترك لإدانة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره بخاصة، وأن الإرهاب أصبح أداة هدم لا تهدد الدول العربية فحسب بل العالم أجمع. وأكد معاليه حرص مملكة البحرين على تنمية العلاقات الثنائية الأخوية مع الجزائر لما فيه خير وصالح البلدين وشعبيهما الشقيقين، لا سيما في المجالين التجاري والاقتصادي، وذلك بالاستفادة مما يوفره كلا البلدين من مقومات ومرتكزات تشجع على زيادة وتعزيز التبادل التجاري بين الجانبين، فضلا عن استثمار الأهداف التي من أجلها أنشئت اللجنة العليا البحرينية الجزائرية المشتركة. من جانبه أعرب معالي السيد عبد القادر مسهل عن التطلع الدائم لبلاده الشقيق لتقوية العلاقات وأوجه التعاون المختلفة التي تجمع مملكة البحرين بالجمهورية الجزائرية، كما جرى خلال اللقاء بحث وتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك والمستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي.